السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا فيضان منطقة البلدية، طبعا كل سنة اسوي فيديو عن الشاطئ، بس فيضان هالسنة فظيع كلش. يعني كانت اماكن وفروع ما تفيض، هسه كلها فايضة. هذا البلدية شارع المصرف، والمصرف هناك، هذا المصرف لي هذا، وهذا الجامع، وهذا شارع المستوصف، عفوا شارع العريض، وهذا شارع المستوصف، يعني شارع المستوصف. شارع الكنيسة. اوكي، اذا طفيت العبرية تفيده، الروتة تفيده. وهاي قاعة قديمة، ما اعرف بس فاضي. وهاي الكنيسة. ساعات واقف مع سيارة طفل، ما حد يجي. شدة بالسايب. شلون انت الياباني؟ لك هو على السايب ايش فيك؟ الا طحين من السايب. الله يعمرها ان شاء الله ووصله بالسلامة. هذا بيتنا وهذا محلنا. طبعا انا سابقا كنت بايخ المكان، كنت اتمنى على شارع، لكن مثل ما شفت شارع